السؤال اللي بعده بيقول: ما حكم الطفل الصغير الذي يموت دون أن يتعمد في العقيدة المسيحية؟ هل مصيره الملكوت أم بدون؟ طبعا البروتستانت ما بيعمدوا الأطفال، فقط الكنائس الطقسية مثل الكاثوليك والأرثوذكس اللي بيعمدوا الأطفال وهم أطفال، لأنه بيؤمنوا أن خطية آدم هي قد ولدت مع الطفل، وبالتالي يجب أن يعمد وإلا سيدخل النار. لكن البروتستانت بيقول لك لا، هو طفل يولد بريء من غير خطية، لكن يكون عنده ميول للخطيئة. يعني أول ما بيبدأ الطفل يعمل أشياء هذا، فبيعمل أشياء يعني تكون مليء مائلة للخطية. يعني مثلا هذيك المرة كنت أحكي مع قسيس، فإيش بيقول لي هو مائل للخطية. يعني أنت بتيجي بتشوف الطفل بقعد يكسر وبيقعد يصيح ويصرخ ويعمل أشياء، فهذا يعني هذه الخطية اللي بيعملها، حتى لو لم يكن واعي لهذه الأشياء، حتى لو لم يكن يعني وصل إلى سن البلوغ. لكن سبحان الله، طبعا هذا كلامهم إنه الطفل بريء، لكن فلو مات عند البروتستانت يدخل الجنة، يدخل ملكوت السماوات، لكن عند الطقسيين لا، لازم يكون الطفل معمد وإلا دخل جهنم، لأنه الخطيئة تتناقل إلى الجيل الثالث والرابع إلى الأبد. يعني